السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم 46 ملاحظة ممكن تهم أي طالب في ثانوية عامة. أهم حلقة لازم تشوفها قبل ما تدخل الامتحان. أهم حاجة ممكن تكون تشوفها الفترة اللي جاية والفترة اللي فاتت ليها علاقة باللغة الإنجليزية، فعلشان كده لازم تخليك معايا. قبل ما أبدأ في حلقة النهاردة في 3 حاجات مهمين جدا عايز أقولهم. أول حاجة إن القناة بدأت تقريبا من 3 شهور ونص، صحيح مش فترة طويلة، ولكن اللي قدمته للثانوية العامة أزعم إنه هو حاجة مهمة وكبيرة، ومع ذلك مع كل اللي قدمته إحساسي بإن الحاجات دي فادتكم، كلامكم، تعليقاتكم، كل الكلام اللي قلتوه عني بيحسسني إن أنا ما عملتش حاجة لسه، وإن أنا عايز أعمل وعايز أقدم لكم أكتر، فميرسي جدا، ويا رب ربنا يوفقكم، ويا رب دايما كل اللي أنا بقدمه ينول إعجابكم. علشان كده دايما بقول ان انا علاقتي بيكم ان شاء الله مش هتنتهي بنهايه الامتحانات السنه دي، بالعكس انا علاقتي بيكم مستمره وممتده حتى بعد الامتحانات. هقدم كورسات اللي محتاج لي يسمع للكورسات دي، هقدم حاجات تانية اللي محتاجها، وحتى ولو انت مش محتاج الحاجات دي خليك معايا تابعني، اي حاجه تحتاجها وانت في الجامعه، اي معلومه ليها علاقه بالانجليزي اسمعني وتابعني وراسلني، وان شاء الله انا عينيا ليكم وبحبكم في الله. الحاجة التانية اللي عايز أقولها إن الدال على الخير كفاعله، حلقة النهاردة أو مجموعة حلقات الريفيجن اللي هنعملها دي مهمة جدا 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 يا جماعة، فبليز شير 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 في أي مكان تعرف توصل له وبأي طريقة تعرف تعملها، لأنه بليز خلي الحلقة دي والتعب اللي هيتقال والحاجة المهمة دي توصل لكل طالب في ثانوية عامة، لأني فعلا هزعل جدا لو ما وصلتش لكل الناس في الثانوية العامة في مصر إن شاء الله. الحاجة التالتة اللي عايز أقولها، الحلقة دي من غير ورقة وقلم، لا من غير كشكول وقلم تكتب معايا النوتس المهمة ملهاش أي لازمة. بليز أهم حاجة هتتقال في طول السنة دي ليها علاقة بالسنة دي هي تساوي كل اللي فات تقريبا واللي ممكن تكون سمعته كله طول السنة، فهي بليز لو مش معاك الكشكول دلوقتي بسرعة وقف الفيديو روح هات كشكول وتعالى عشان تسمع معايا الحلقة. ويلا بقى نبدأ مع بعض حلقة. الملحوظة اللي عايز أقولها النهاردة، أول ملحوظة هقولها لك، هي في حاجة اسمها أنا مسميها الأفعال الخمسة. إيه يا مستر الأفعال الخمسة؟ هم الأفعال regret يعني يندم، forget يعني ينسى، remember يعني يتذكر، stop يعني يتوقف، و try يعني يجرب أو يحاول. الخمس أفعال دول يا جماعة لو جه بعدهم الفعل زد ing يبقى ده معناه إن الحاجة دي أنا كنت بعملها ثم توقفت عنها ثم افتكرتها ثم نسيتها ثم ندمت عليها وهكذا. يبقى انا لو انت فهمت من سياق الجمله ان الحاجه دي انا عملتها ثم بتوقف عنها دلوقتي يبقى هنا اي ان جي، انا عملتها وبفتكرها يبقى اي ان جي، انا عملتها ونسيتها يبقى اي ان جي. اما لو جه بعدها تو المصدر يبقى دي معناها ان الحاجه دي لسه ما اتعملتش. انا افتكرت I remembered to study، انا لسه هذاكر. I forgot to email you a message، انا نسيت ان ابعت لك المسج. يا جماعه تو المصدر يبقى انا ما عملتش، ما عملتش وجاي دلوقتي افتكر، ما عملتش وندمان، ما عملتش، ما عملتش ونسيت، ما عملتش وتوقفت دلوقتي علشان اعمل. يبقى لو تو المصدر لسه ما عملتش اي ان جي يبقى انا عمل. الملحوظه الثانيه اللي عايز اقولها لك ان كلمه لكي، طبعا انت عارف ان تو يعني لكي يجي بعدها المصدر، وان اوردر تو يعني لكي يجي بعدها المصدر، وسو از تو يجي بعدها المصدر. 3 كلمات الثلاثه دول بيجي بعدهم مصدر والثلاثه معناهم لكي. خد بالك ان في كلمه تاني معناها لكي اللي هي so that، الكلمة دي ليها تكوين مختلف ما بيجيش بعدها المصدر، ركز قوي في الكلام ده. so that بيجي بعدها فاعل اللي هو أول الكلام بكرره تاني، يعني مثلا I studied English، أنا بدرس أو أنا درست إنجليزي. so that I، شوف I أنا كررتها مرة كمان، ما قلتش so that والفعل المصدر على طول، لا so that I تاني اللي هي كانت في أول الكلام. so that I can لو study مضارع، could لو studied ماضي، يعني لو انا بقول I study English يبقى so that I can، لو I studied English يبقى so that I could get a good job علشان احصل على وظيفة جيدة، لكن لو انا هقول to هقول I study English to get على طول، to get المصدر مباشرة، لكن لو so that هقول I study English so that I can، I study English مضارع so that I can get a good job. النوت الثالثة اللي عايز اقولها لك ان في كلمات طبعا انت عارف وفي بعض الافعال بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي، بس ايه الاشهر او ايه التعبيرات الاشهر اللي بيجي بعدها الفيرب زائد اي ان جي واللي دايما بتتكرر في الامتحانات؟ It's no use لا فائدة، It's no good لا فائدة، I can't help لا استطيع ان اتوقف،
It's a waste of money. إنها مضيعة للمال. It's a waste of time. إنها مضيعة للوقت. الخمس حاجات دول هما الأكتر. وطبعا هو في كتير بس دول أكتر تكرارا في الامتحان. خد بالك دول بيجي بعدهم أي كده. لو شفت حضرتك كلمة It's against the law يعني ضد القانون. It's forbidden يعني ممنوع. It's prohibited يعني ممنوع. It's banned يعني ممنوع. يبقى مباشرة تستخدم كلمة mustn't ممنوع. mustn't بيجي بعدها المصدر. وبالمناسبة معلومة مهمة, mustn't وكل الأفعال الناقصة بيجي بعدها المصدر بدون to. ما ينفعش أقول mustn't to كذا, لأ mustn't park your car, mustn't shout in class وهكذا. mustn't والمصدر مباشرة. الملحوظة الثانية, في كلمتين معناهم لم يكن من الضروري في الماضي. كلمتين وعايزك تعرف الفرق بينهم لأن الموضوع ده بيجي في الامتحان والناس بتتلخبط. في كلمة اسمها didn't have to وبيجي بعدها المصدر, وفي كلمة تاني اسمها needn't have والتصريف التالت. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ didn't have to يعني لم يكن ضروريا ولم يحدث, ما حصلش. يعني ايه؟ يعني مثلا yesterday I wasn't late, انا ما كنتش متأخر. I didn't have to take a taxi, ما كنتش مضطر ان اخد تاكسي. And I walked to school, وانا مشيت للمدرسة ما اخدتش التاكسي. هنا طالما الحدث ما حصلش يبقى didn't have to. لكن لو قلت yesterday I wasn't late, ما كنتش متأخر. But I took a taxi, ولكن انا اخدت تاكسي. لو انا هكمل الجملة هقول I needn't have taken a taxi. needn't have والتصريف التالت ما كانش ضروري بس للأسف حصل. يبقى لو انت فهمت من سياق الجملة انه حصل يبقى needn't have والتصريف التالت. لو انت فهمت من سياق الجملة انه ما حصلش يبقى didn't have والتصريف التالت و didn't have to والمصدر. وخد بالك احيانا بفهم ده من ايه؟ من علامة تعجب. احيانا بيبقى الجملة مش واضحة هو حصل ولا ما حصلش, بس راح حاطط لك علامة تعجب وكأنه بيقول لك مثلا ما كانش المفروض تعمل كده. احيانا يقول لك مثلا It's a waste of money, انت ضيعت فلوسك ليه عملت كده. احيانا يقول لك You are wasteful, انت مبذر. ده معناه ان انت عملت الحاجة اللي ما كانش المفروض تعملها, وفي الحالة دي تستخدم needn't have والتصريف. النوت اللي بعد كده, كلمة لا يوجد ضرورة في المضارع, مش المفروض تعمل كده في المضارع, هما خمس حاجات. don't have to, doesn't have to على حسب مفرد او جمع. don't need to, doesn't need to على حسب مفرد او جمع. الخمسة بتاعتهم needn't. اوكي, خد بالك من بقى الملحوظة المهمة اللي انا عايز اقولها لك. needn't يا جماعة ما بيجيش معاها to, وبالتالي لو جاي لك في الاختيارات في needn't وفي don't have, في needn't وفي don't have, وفوق في الجملة باقي الجملة بعد النقط to, اوعى تختار needn't لان needn't ما بيجيش معاها to. ما ينفعش اقول needn't to. needn't بيجي بعدها المصدر مباشرة, انما don't have to, doesn't have to, don't need to, و doesn't need to, وكل دول الخمسة بيجي بعدهم مصدر. don't have to, doesn't have to, don't need to, doesn't need to, و needn't كلهم بيجي بعدهم مصدر. بس ما تنساش ان needn't من غير to. اللي بعد كده, ايه الفرق بين must و have to او has to؟ في ناس كتير مش عارفة لحد الوقت الفرق ما بينهم. ركز معايا في اللي اقوله لك ده كويس. must ثلاث حاجات. must الزام داخلي من جوايا انا عايز اعمل ده. يعني مثلا انا شايف ماما تعبانة, I must help my mom. مفيش قانون بيلزمني بس I must ده من جوايا. اوكي, انا شايف حد شايل شنطة تقيلة, I must help him. انا جدي تعبان, I must visit my grandfather. من جوايا انا اللي عايز اعمل ده. انما طبعا لو have to هيبقى موضوع تاني, بس انا هتكلم عن must الاول. طيب غير كده بقى must ايه كمان؟ must نصيحة قوية, هي عاملة زي شوت بس أقوى شوية. أنا شايف حد عيان قوي فبقول له You must see a doctor. ينفع؟ آه ينفع. must تستخدم للنصيحة لو أنا بنصحه بقوة, لو حاجة منصوح بيها قوي فبقول must بدلا من شوت. الحاجة التالتة, العزومة اللي بقلب. لو أنت بتعزم على حد وعايزه قوي ينفذ عزومتك, مش عزومة كده على الماشي يعني, فبتقول له You must come and visit me at my new house. You must come and have dinner with me. انت لازم تيجي معايا. العزومة القوية بستخدم معاها must. دي التلات حاجات اللي بتيجي مع must. انما have to has to الحاجات اللي فيها الزام خارجي. يعني ايه الزام خارجي مستر؟ يعني القواعد, القوانين, الاعراف,
تعاليم الدين، الحاجات اللي انا لو ما عملتهاش هبقى معرض لمشكله ما. يو هاف تو او شي هاز تو او هي هاز تو، هاف تو هاز تو، بتستخدمهم مع الالزام الخارجي، قواعد المرور، قوانين الدول. لما اقول لك مثلا يو هاف تو شو يور باسبورت وين يو جو تو ا فورين كانتري، لازم تطلع الباسبورت بتاعك وانت رايح لفورين كانتري. اوكي، يو هاف تو درايف ا كار with your license، لازم يبقى معاك اللايسنس بتاعتك علشان تسوق العربيه. قواعد المرور والقواعد والقوانين والحاجات دي هافتو. اما ماست زي ما قلت لك نصيحه قويه، عزومه بقلب، حاجه الزام داخلي من جوايا انا اللي عايز اعمله. النوت اللي بعد كده للنصيحه، كلنا عارفين ان شود او شودنت يجي بعدها المصدر، شود او شودنت، ينبغي او لا ينبغي. انما انا احيانا بلاقي انه بعد النقط في تو، ينفع اكتب شود تو. انا لسه قايل لك انه ما ينفعش ابدا استخدم شود او اي فعل ناقص مع تو. طب وما ده اتصرف ازاي؟ في حاجه تاني للنصيحه اسمها اوت تو، اوت تو او اوت نوت تو. الحاجات دي للنصيحه زيها زي شود وشودنت، وبالتالي معناها برضو ينبغي او لا ينبغي. يبقى انت لو عندك تو استخدم اوت، لو عندك مفيش تو يبقى استخدم شود.